من هذا الخبر وهذا النفي وهذا الفتح لوكالة رويترز إلى ما يجري الآن لدى الجارة الغربية ليبيا بمنتهى الوضوح وبمنتهى السعادة، أعلن أن القوات المسلحة الليبية، الجيش الليبي الشرعي الذي يقوده المشير خليفة حفتر، نجح منذ قليل، ربما يعلن هذا الخبر لأول مرة، في السيطرة على ميناء رأس لانوف ومحاولة السيطرة وإحكام القبضة على الهلال النفطي بالكامل في منطقة رأس لانوف وميناء السدرة، أكبر المواني النفطية في ليبيا. كانت القوات المسلحة الليبية الشقيقة الشرعية كانت قد حررت هذا الهلال في سبتمبر الماضي، لكن في يوم 3 مارس الحالي قامت هجمة بمعاونة كافة الأطراف الإرهابية داخل ليبيا، الإخوان مع القاعدة مع السلفية الجهادية، وقاموا بالسيطرة على المرافق النفطية، لأنه معلوم أن المصدر الرئيسي لتسليح وتدريب والإمداد اللوجستي لهذه الجماعات الإرهابية هو البترول الليبي، الذي يتم سرقة البترول من خلال المرافق النفطية وتصديره إلى من؟ إلى تركيا بأبخس الأسعار.